رجعنا لحضراتكم تاني، وزي ما وعدتكم النهارده انا معايا اجمل واحلى واعظم ست في مصر، وهي الحاجه امال اسماعيل. هذه السيده اللي بدات قصه كفاحها وهي عندها 38 سنه. طبعا كان في تعب وشقه قبل كده، انا بتكلم على الكفاح التعليمي، وهي عندها 38 سنه قدرت انها تاخد الشهاده الاعداديه، والنهارده الحمد لله ربنا يديلها الصحه وطوله العمر، وتبلغ من العمر 80 سنه، أصبح معاها ماجستير، قدرت تكمل تعليمها وبدأت من جديد. وسط ده بقى تربية أولاد وأحفاد وحاجة كده يعني جميلة، وكلها تعب ومشقة، لكنها الحمد لله قدرت إنها تعمل رسالتها بشكل محترم جدا. وسط ده أصيبت بالمرض اللعين وأصبحت محاربة السرطان، والحمد لله ربنا قدرها وهي عندها 65 سنة وانتصرت على هذا المرض العظيم. الحاجة أمال هي نموذج يخلينا كلنا كده يعني 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 نقف خجلا قدامها بصراحة. حاجة أمال أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أهلا حبيبي، وسهلا. ازيك؟ ومعانا أيضا دكتور فتحية الحوتي، أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، والمشرفة على رسالة الماجستير الخاصة بالحاجة أمال. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. حاجة أمال، ايوه حبيبي، وعدتينا في الاستوديو ده هنا السنة اللي فاتت لو فاكرة، قلت هتاخدي الماجستير صح؟ ها؟ يلا بقى عشان يبقى الدكتوراه بقى، انت وشك حلو عليا. يا سلام يا سلام. طب تعالي نشوف وعدك بتاع السنة اللي فاتت ونرجع عشان تعرفوا ان وعد الحاجة أمال يعني بيتنفذ على طول. العمر مجرد رقم. أمال اسماعيل. يا ماما ده انا مش قادره اقول بالتعبير اللي انت جايباه ده، ما تكملي تعليم. قلت لها تعليم ايه يا بنتي؟ ده انا سني 68 سنه. قالت لي ده انت عندك معلومات اكتر مني، اللي اسمي دكتوره واكتر من اي حد هيدرس لي. يا ماما روحي والله هتبقي هايله، والتعليم هيبقى بالنسبه لك لعبه. حضرتك فاكره اول يوم دخلتي فيه الكليه؟ ايه بقى احكي لي المشهد. انا داخله الكليه 71 سنه اول يوم في الكليه. موضوع الماجستير بتاعك ايه يا حاجه امال؟ الحياه الاجتماعيه والثقافيه للفئات العمريه المتقدمه، دراسه على مجموعه من يعني والله ما مجموعه، لو حضرتك عملت الدراسه عن نفسك هتشوف. علمك ايه؟ نفسك في ايه يا حاج امال الفتره الجايه هتعملي ايه؟ اكمل لغايه ما اموت، وببقى ساعات اضحك مع العيال واقول لهم ان شاء الله ملك الموت هيجيني وانا ماسكه قلم او فاتحه كتاب يا الله او ساجده. المهم كله بذكر الله ان شاء الله. يا سلام على القرب من الله يا احمد. جميله يا حاجه، اجمل حاجه، والقرب من ربنا في العلم صح يا حاجه؟ ده هو القرب من ربنا في اي حاجه. بس العلم بقى ده حضرتك اخترتي طريق العلم للقرب من ربنا. ما هو كله في طرق كتيره، العمل، العلم، التعبد، والقرب من ربنا له باشياء يعني. بس والله ملوش وصف. لان دي شيء الهام بقى. الهام من الداخل. يا سلام والله. الهام من الداخل. يعني مثلا اما ابقى نايمه واشعر ان انا لازم اقوم دلوقتي، اقوم الاقيني قبل الفجر بنص ساعه او بساعه. طب مين اللي صحاني؟ وليه هصحى في الوقت ده؟ عشان تصلي. سبحان الله. لا لا لا، عشان ملك الملوك ناداني يا ابني. صح صح. دكتور فتحية الحوتي. الحوتي. الحوتي طبعا، وده اسم يعني عائله في المنصوره يعني مشهوره يعني. وهي استاذ علم الاجتماع بكليه الاداب جامعة المنصورة. يا دكتور، هو في العلاقة اللي بينك وبين الحاجة أمال، هو مين الأستاذ ومين التلميذ؟ هو سؤال صعب. صعب. هي الفلسفة اللي عندها دي تخليها هي يعني هي الأستاذ. هي الأستاذ اللي اتعلمت منها حاجات كتير جدا. على فكرة يعني أنا طبعا سعيدة إن أنا بتكلم على تلميذة أو طالبة، أو مش هقول تلميذة أو طالبة، هي باحثة جيدة. كانت هي طلبت ان انا اكون مشرفه على رساله الماجستير. ف
فقلت لها طيب تمام جميل حلو قوي. وهي من يوم ما هي دخلت الكليه في مرحله الليسانس وهي طالبه متميزه، يعني مواظبه على حضور المحاضرات، مجتهده ما شاء الله عليها، ومحاوره جيده جدا اثناء المحاضره، يعني هي بتتفاعل. انا بحب دايما الطالب اللي مش بيتلقى بس، الطالب اللي بيتفاعل اثناء المحاضره. صحيح. فهي بتقول ارائها وبتفتح باب للنقاش، فانا عجبني، انا يعني توسمت فيها. هذه السيده العظيمه، هي عظيمه من عظمات مصر على فكره، طبعا، واستطاعت انها دلوقتي انها تشكل ملحمه علميه في تاريخها وتاريخي انا كمان. يعني التقدير خدته ايه في رساله الماجستير يا دكتور؟ خدت امتياز مع الله امتياز الله مع توصيه بالطبع الرساله الله وتبادلها بين الجامعات الاجنبيه. الله اكبر، والله حاجه جميله حاجه جميلة. فهي بس انا حاجه مشرفه. بيني وبينك يا دكتور انا عارف السر، يعني السر يعني بتاع سر تفوق الحاجه أمان. الحب دايما يصنع المعجزات يا حاجه أمان. ايوه طب النبي ما تفكرني بقى. لا افكرك بقى، جوزك الله يرحمه كان احلى ولا رشدي اباظه؟ لا والله كان اجمل، اقسم بالله كان اجمل منه، كان احلى من رشدي اباظه. ايوه طبعا كان احلى منه، لا اله الا الله. طبعا انا هنعمل ايه، اصل هو صنع المنصوره بقى، وبرده رشدي من قمر. المنصوره والله العظيم زي القمر، ربنا يرحمه ربنا يرحمه ويطبطب عليه. ده هنا في سن 70 سنه، بعد يعني انت لو شفته بقى في سن 24 25 30 كلام من ده، ده كان ده بقى حاجة. ايه بقى حاجة ها؟ لا ولا شكر سرحان؟ هو وبعدين كان عنده حاجة غريبة قوي، اي انسان، هو مش ستات بس، رجالة حتى، زي ما يكون مغناطيس يا عيني، خلاص ما عدتش قادر تحش عينك عنه، لغاية ما قلت له ايه يا ابني؟ ايه اللي بتعمله؟ قال لي يعني اعمل في نفسي، احط على نفسي خيمة؟ كان شربات. بس هو اختارك برضه يعني، هو اختار القمر برضه يعني. لا انا كنت حلوه قوي برضه يا عم. شغل المنصوره بقى. احلى 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 ناس في الدنيا والله. يعني بس فانتوا عرفتوا بعض ازاي؟ هي كانت في مرحله الليسانس، واحنا كلنا قسم اجتماع في كليه الاداب جامعه المنصوره، درسنا لها في القسم. بعد ما خلصت الليسانس، حصلت على الليسانس، التحقت بالسنه التمهيديه للماجستير، فاحنا مدرسين لها من سنه اولى لغايه السنه التمهيديه. بعد السنه التمهيديه المفروض هي بتختار المشرف اللي يكون هيشرف على رساله الماجستير بتاعتها. فقالت لي انا عملت استخاره وشفتك في الاستخاره. يا سلام. وبتشاركني في الاشراف برضو الدكتوره نوره طلعت اسماعيل. هي قالت لي اخترتيها عشان انا هي اصلها ربنا يكرمها وخليها لي يا رب ما تحرمش منها، هي زي اكتر من بنت والله، حفيده، وانا بحب الاحفاد قوي. فانا من اول ما دخلت الكليه وانا بستمر، وبعدين هي شاطره قوي في علم اجتماع القانون، شاطره قوي يعني لدرجه ان انا كنت عايز اعمل حاجه عن الجريمه. المهم من كتر جمال شرحها، ويعني مره بتشرح في محاضرة بتقول عن لامبروزو ده عالم من علماء علم الاجتماع في القانون يعني. فبتقول ان لامبروزو بيقول ان شوف المحاضرة دي واخدها من سنة تانية، بقالها لحد دلوقتي. ايوه ما كتبها ومحاضرة كلهم، وهي كمان بتقول ان المجرم بيظهر على ملامح معينة، مش عارفه الودن والسارق بيبقى ايده ايه حاجه كده، بيبقى يعني وشه عليه ملامح الاجر. قلت لها الله، طب ما انت فيها ست احدى بنوتردام. ايوه فيكتور هوجو. صح طبعا. في المحاضره كان راجل وحش وله اتب، فهي زي ما تقول فكرت كده شويه، قلت لها لا سيبك من الكلام ده، المهم العمل ازاي؟ يعني يا ترى اللي شكله وحش. المهم العمل. صحيح. صحيح. شوف يعني الحاجه امال بتعارض من اول لحظه باحثه، وده 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 دايما ده هي نقضت النظريه، نظريه لامبروزو، واساسا هو رائد المدرسه البيولوجيه. لا فهي نقضت ال صح. قلت لها مش شرط. كلام ممتع معاك يا حاجه امال، بعد الفاصل هنرجع تاني نكمل كلامنا مع القمر بتاعتنا الحاجه امال. الله يكرمك. تستطيع
استطيع. كل الاصدقاء مستنيين يا حاج امال. الحوار مع الحاج امال عاوز اقول لحضراتكم ممتع بجد، يعني بين الفاصل احنا كنا قاعدين بنتكلم مع الحاج امال وقالت يعني هذه السيده لا تمل من انك تقعد معاها، ممكن تقعد معاها 10 ساعات وما تزهقش ابدا. لا من ده كتير. يا سلام كتير. يا سلام، حضرتك قلت لنا الحياه بعد الستين ليها طعم تاني. مين بقى بعد الستين كده عمل حاجات مهمه؟ مثلا وينستون تشرشل اثناء الحرب العالميه الثانيه قاد الحرب هو. صحيح. بعد الستين وكان السبب في نصر الحلفاء. صحيح. على هتلر. صحيح. وعندنا العلمين اهو، روح شوف كده العلمين قد ايه. ازاي هو قدر مع ان كان بين اسمه ايه ده، كان اسمه منتجومري برد ولا مونتينيجري. مونتجومري. مونتجومري. كان بينه وبين الاسكندريه مش عارفه 30 كيلو ولا ايه، قدر يوقفه وينتصر. يا سلام. مع انه بيكاسو كمان حضرتك. بابلو بيكاسو مثلا. ده رسام عالمي اسباني معروف. لسم لوحه الجرنيكا على جدران الامم المتحده وهو في سن فوق الستين. لوحه الجرنيكا دي بتأرخ للحرب الاهليه الاسبانيه، روحوا شوفوها بقى موجوده دلوقتي على جدران الامم المتحده. وعندنا الحاجة امال وعندها 80 سنه اخذت ماجستير ان شاء الله. لا لا ان شاء الله تاخدي الدكتوراه. الحاجة امال من سن اولى ابتدائي لغايه النهارده وهي عماله تقرا ده كله، عماله تحط. الله. تحط هنا. الله. بتقري كم كتاب؟ بتقري بمعدل قد ايه؟ كم ساعة على الأقل اليوم؟ ساعتين ثلاثة في على الأقل. بتقري بقى المنهج ولا ثقافة عامة بشكل عام؟ هو الأول بدأت بثقافة عامة، كان ليا زوج أخت رحمة الله عليه كان بيجيب يعني وجهني إن أنا أقرأ. أنا كنت في مدرسة فرنسية العائلة المقدسة سانت فاميه، لكن صغير هو خدني بقى من صغري، كنت معاه ساكنين سوا، ابويا اصلا كان عمده. ما علينا يعني. نبذه سريعه كده. عارفين طبعا. لا ده يعني حضرتك حكيت لنا كمان. ايوه ايوه مظبوط. فهو كان لما تزوج اختي وابن عمي سكننا في بيت واحد. هو بقى غزة بقى الـ 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 الشغف عرف ان انا بحب القرايه. والشغف. وكان شاطر جدا جدا في اللغه الانجليزيه، كان ولا احسن واحد انجليزي. ومع ان انا كنت فرنساوي لكن خلاني عشقت الانجليزي عشان خاطره. الدكتور رساله الدكتوراه بتاعت الحاجه امال عنوانها ايه؟ الدكتوراه؟ اسف، رساله الماجستير. ان شاء الله يا رب يعني هي فيها الخير ان شاء الله. حاجه امال اهي ان شاء الله بعد سنه ولا اتنين السنه اللي فاتت نناقش بقى كنا هنا سنه وشهر. كنت معاه هنا اهو. مظبوط مظبوط. وهو قال لي، قلت له بعد سنه هجيب لك. حصل والله العظيم. هناقش الماجستير. الحاجة امال من سنه وشهر في هذا المكان وقالت انا بعد سنه هجي لك هنا وابقى خلصت الماجستير. ان شاء الله. رساله الماجستير. رساله الماجستير بتاعتها طبعا احنا اخترنا الاول نختار لها اي موضوع. انا اختار لها اي موضوع. ف يعني رأيت ان اختار لها موضوع يتناسب مع طبيعة السن اللي هي فيه. فاخترنا لها موضوع اسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية للفئات العمرية المتقدمة في ضوء قضايا النوع الاجتماعي. طبعا عندنا الجزء في السيسيولوجي بينقسم لجزئين، جزء نظري وجزء ميداني. فهي لازم تقوم بدراسة ميدانية. فطبعا الدراسه الميدانيه هتطبق على مين؟ لازم مسنين. فهي طبعا هتروح دار مسنين، اي دار مسنين مش عارفه. فهي قالت لي انا من بتنتمي لقريه النصره. فقلت لها طب خلاص طبقي، اعملي عمل طبقي ده على على ده يحسب لها على اهالي القريه. حضرتك على 20 حاله. 20 حاله من اهالي القريه. الله. من الذكور والاناث. الله. في قريه النصر. ما هو اصل هم اولاد عمي واولاد خالي. ما هوش غريب، ما فيش حد غريب. بقوا يجوا لغايه باب البيت اللي انا قاعده فيه. يجيبوا لي البطاقه الشخصيه عشان اتاكد من السن بتاعه. الله. طبقت على العيله. وكلهم يجي يقفوا طابور مع حضرتك كبيره العيله. فعلا هي عملت دراسه ميدانيه. دراسه ميدانيه كما ينبغي. يعني قامت بنفسها بدراسه الحاله.
اكتشفتي ايه بقى حاجة امال في الدراسه او نتائج الدراسه؟ والله اكتشفت بقى ان اسلوب حياتهم ازاي، عايشين ازاي، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، الدين بيمثل لهم ايه مثلا. والله الحياه اليوميه، موت، مرض، الناس دي متكاتفه جدا. انا بحييهم. عيلتي اصل هم كلهم عيلتي تقريبا، نصر تقريبا عيلتي يعني. انا صح ما عشتش هناك كتير، من سن 12 سنه سبت الحكايه وجيت المنصوره، لكن فيها ولاد عمي ولاد خالي وبيجوا يزوروني ويودوني. لكن هناك بقى التكاتف الانساني ده فظيع جدا. مش احلى من العيله؟ لا، التكاتف حتى لو مش لو مش قريب. العيله الكبيره مش شرط، الجيران والاهل والاصحاب. يعني مثلا واحده مريضه تبص تلاقي كل الجيران اللي جايب لها سكر واللي جايب لها شاي. المشاركه الوجدانيه والفراخ. المشاركه الوجدانيه مثلا الفراخ مع انها مش قريبته، لكن هو كده، هي عندهم الاصول كده. مثلا بالنسبه مثلا طلعت بنسب بقى معينه من العينه بتاعت حضرتك؟ امال ايه طبعا. زائد يا ريت الكتاب في العربيه عشان افتكر ان شاء الله هنجيبه. احنا طالعين عندنا دراسات في الحياه يعني، حاجه والله العظيم. والله الكتاب ده هنجيب الرساله دي ان شاء الله ونقول انه كمان ده اللجنه العلميه المشرفه على حضرتك بتوصي بطباعه الرساله كمان. ايوه ودي اعلى تقدير فعلا. بركه فيه. حياه توجهاتها كانت يعني هي اللي بقى تديني ازاي اسال اسئله، ازاي اوجه. انت طبعا انا واحده بقى ايه، خيال بقى خالص، ماشيه مع مهند ونور مثلا يعني. طول النهار عماله مسلسلات تركي، هرجع تاني. فهي بقى وجهتني ازاي اسال الاسئله واقول كذا واقول كذا. وبعدين انا بشكرها جدا جدا، لانها الحقيقه يعني كانها بتسقيك بالمعلقه. تاخد الحته دي، تاخد بالك من الحته دي بالظبط كده. حضرتك تنصحينا بايه بقى في تجربتك دي؟ بايه؟ في نهايه التجربه بتاعتك في الماجستير تنصحينا احنا بايه؟ احنا؟ احنا المصريين. المفروض ولادك واخواتك واحبابك كده. المفروض يبقى فيه نوع من الانسانيه اكتر. صح. بالنسبه لواحد كبير السن احنا في حاجه اسمها النظريه يعني انا استخدمت المنهج الوصف التجريبي. المنهج ده بينطبق على الحالات اللي انا على اساس ان انت بيشوف التجربه بيوصفها اللي هو التحليل ويحللها. زائد النظريه البنائيه الوظيفيه. النظريه البنائيه الوظيفيه انساق يعني اجزاء مجتمع مجتمع على بعض. الجزء ده بيكمل الجزء ده بيكمل. طب واللي يقول لك بقى الظروف وانا مش قادر وانا مش قادر اكمل تعليمي، تقولي له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له الاعاقه دي في دماغك. الله عليك يا حبيبي، والله ربنا يكرمك. هي الا دي الا الحته دي الا التعليم، العلم موجود. هي طبقت عنوان الرساله على نفسها. يعني اسلوب الحياه، هي متخذه العلم اسلوب حياه. صحيح. يعني العلم بالنسبه لها هو اسلوب حياه، لان العلم ده قيمه مترسخه في وجدانها هي. يعني هي كل اللي هي بتعمله ده لانها بتحب العلم. الف 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 مبروك يا حاجه امال، ومبروك علينا احنا، مبروك على مصر كلها حصول الحاجه امال على رساله الماجستير. انا مش عاوز اقول لحضراتكم، حضراتكم يعني في ناس كتير زعلانه منكم، لان احنا هنقفل خلاص دلوقتي عشان حاجه امال. قبل ما تقفل عايز اكلم اتفضلي. عايز اكلم ابني. حبيبي يا سلام. انا بحبك ليه يا سيسي؟ نفسي اعرف. مع ان بقوله غالة ومش غالة وبتاع. والله ما انا عارفة انا بحبه ليه. سبحان الله. سبحان الحمد لله. الحب بعض الحب في الارض بعض من تخيلنا. الحمد لو لله. لو لم نجده عليها لاخترعناه. لانه شغال. ايوه شغال. لا في البلد يا ترى انت فكرتين. لانه شغال. يا ترى عشان هو عايز مصر تبقى نجفة. يا ترى هو عايز مصر تبقى قمة القمم. مساءك هنا يا عسل. يا سلام يا سلام. خير وختام حاجة امال. انا مش ماشي، انا قاعد اكمل مع حاجة امال. وبعدين عندي برضو رساله بوجهها للشرطه. الناس دي ناس عسل، مش عسل،
دول احنا عايشين بنفسهم. والجيش بتاعنا اللي على الحدود اللي واقف دول بقى حبايبي، دول اقسم بالله لما بشوف عيل ميت دموعي بتنزل، بتنزل فعلا. كلنا والله وجع وجع. الف الف رحمه ونور يا رب، يا رب يطبطب على كل شهداء الوطن وكل من ضحى بحياته من اجل هذا يا رب، والنبي تحافظ على الباقيين يا رب، بشكرك احفظ دماغهم يا رب يا رب، واحفظ باقيين يا رب. بشكرك جدا الحاجه امال اسماعيل، شكرا جدا للدكتور فتحيه الحاوتي الاستاذ في علم الاجتماع بكليه الاداب جامعه المنصوره. بشكر حضراتكم جدا، ونلتقي يوم الخميس والجمعه القادمين في حلقات جديده من برنامج مصر تستطيع. مصر تستطيع.